يبقى دي أول حاجة. فعلشان ننقي طاقتنا في شهر رمضان لازم نبقى عارفين كويس قوي إن احنا لازم ننظم بقى كل حاجة، ننظم وقتنا، هننظم صحتنا، وهننظم الطاقة بتاعتنا. طب لو جينا نعمل مثال صغير كده، لأن هو ده اليوم بتاعنا، هنقول إن هو ورقة كده، وهنقول إن اليوم ده مثلا حوالي ال 24 ساعة. فلو الست اللي بتشتغل هنقول بتروح الشغل في ساعة وبترجع كمان في ساعة، إذا كانت محظوظة هيبقى أقل حاجة بسيطة، ونقول إنها بتشتغل 8 ساعات، فيبقى 10 ساعات من ال 24 كده هنقطعهم ونرميهم، دول هيروحوا شغل. طيب بعد كده هنقول إنها مش هتنام 8 ساعات، هتنام 6 ساعات بس. فلو هتنام 6 ساعات بس يبقى كمان هنقطع الست ساعات دول ونبتدي إيه؟ نشيلهم كده، بقى كده 16 ساعة طاروا. اليوم كله دلوقتي بقينا فيه 8 ساعات. طيب حضرتك بتتفرجي على كام مسلسل؟ طيب مسلسلين نقول ساعتين، راح منك كمان ساعتين، نشيل كمان ساعتين. بتدخلي المطبخ علشان تطبخي الفطار وتطبخي السحور، اقل حاجه في الفطار هنقول ساعتين تحضير، والسحور ساعه مثلا، يبقى دي كمان 3 ساعات من الثمانيه، طاروا 3 ساعات من الثمانيه. بصي الورقه بقت فيها حته قد ايه؟ ايوه. خلي بالك بقى، يعني فيها ايه بقى؟ احنا بقى في كمان الاكل نفسه، الاكل نفسه بياخد وقت، على الاقل نقول 45 دقيقه فطار و45 دقيقه سحور، يبقى ساعه ونص. يبقى ساعه ونص، كان كل اللي باقي لنا 3 ساعات، يبقى باقي لنا ساعه ونص هنذاكر للولاد وهنقضي فيهم العباده. ساعه ونص بس، ده لو مشينا بالسيستم ده للست اللي هي بتشتغل. طب تعملي ايه بقى؟ ما هو دي كلها حاجات حسبناها بالورقه والقلم، وفي اضيق الحدود، باقي الحته دي هي دي اللي هنعمل فيها العبادة بتاعتنا، ده إذا تبقت يعني. طيب يبقى معنى كده أن الغرض من الشهر اللي هو العبادة، والغرض من الشهر مش متحقق، مش هيتحقق الهدف منه، هيضيع مننا في حاجات كتيرة قوي، هتدلدق مننا. نعمل إيه؟ لو سمحتي ورقة وقلم، وهنعمل كل ده بس هيبقى عبادة. هنحول كل اللي احنا عملناه ده كله لعبادات مختلفة. هنقسم اليوم بقى للعبادة اللي هي العبادة، اللي هي الصلاة، الذكر، قراءة القرآن، الحاجات دي كلها، والأمور المنزلية والحاجات بالظبط، الأمور المنزلية اللي هي حتى تنظيف وطبيخ وطبيخ وإعداد للبيت، وهنحوله برضو العبادة، والأمور العائلية كمان، لأن احنا عندنا كمية زيارات وتزاور وعائليات كتيرة قوي بتحصل، وإحنا ساعات بنبقى بمزاجنا، أو ساعات احنا اللي عندنا الناس، أو ساعات احنا اللي ضيوف على ناس. فما تفتكريش اليوم اللي انت حتى معزومة فيه ان هو بقى يوم سهل في العبادة، لا ده بالعكس، انت عبال ما تروحي تعملي مش عارف حاجة حلوة تاخديها معاكي أو تعدي على حد، فوقت كتير قوي بيدلدق مننا. فهنعمل الثلاث حاجات، فنبتدي بقى ننظم ان وقتنا الأولوية القصوى. فاكرين زمان لما أخدنا في تنظيم الوقت جدول أيزنهاور، لما عملنا أربع مربعات، قلنا مهم وعاجل. مهم وعاجل بقى هو كل ما هو متصل بربنا أو أمور العبادة في هذا الشهر. يبقى مهم وعاجل جدا أنك أنت تحطي لنفسك تارجت النهاردة، عايزة تختمي القرآن كم مرة. مهم وعاجل، عايزة تعملي قد إيه من العبادات اليومية. مهم وعاجل تحطيهم كده في الأول، وهم دول الأولوية الأولى. وبعد كده هنعمل الوقت بتاعنا ده، طبعا الشغل بتاعنا مهم وعاجل، ما ينفعش ان احنا نغيب عنه. بس عندنا في يوم او يومين اجازه، هنستخدم الوقت ده باستخدام امثل، لاننا نعوض بقيه الاوقات في الاوقات اللي مشغولين فيها بالظبط. مهم وعاجل طبعا مذاكره الولاد. نيجي بقى لكل الحاجات اللي هي كل المسلسلات، والله العظيم بتتعد، فاحنا لو نقدر في ابلكيشنز وفي حاجات في كل حاجه، وبعد العيد في وقت كتير قوي هيبقى عندك. فلو انت عايزه تابعي حاجه من نفسك كده، حاجه لذيذه برضو، عشان تبقي بقى الناس كلها بتتكلم على حاجه، ما تبقاش احنا بعيد عن الدنيا برضو، بس تختاري مثلا حاجه مهمه تكوني عايزه تتابعيها، هتقدري ان انت تنظمي وقتك اكتر. يبقى انت كده الحاجات الغير مهمه وغير عاجله دخلناها الوقت بتاعها ده كله، استفدنا بيه، يبقى طولنا الورقه دي، زادت سنه صغير بالظبط. الحاجات بقى ممكن وهي بتطبخ تتفرج على اي مسلسل، تاخد الحاجه كده اللي بتعملها وتقعد قدام التلفزيون وتقطع وتخرط، فكره جميله. الحاجه الثانيه انه الحاجات الغير مهمه وغير الحاجات الغير مهمه ولكن عاجله دي، لو نقدر حد غيرنا يعملها لنا، دي الحاجات اللي بنقول فيها ديليجيشن. يعني ايه ديليجيشن؟ يعني لو مشوار يقدر حد يقوم بيه عنك، بتفوضي حد او بتوكلي حد بالزبط انه يعمل عنك زي ما قلنا، اللي عندها حد بيساعدها، اللي تقدر انها ولادها، حد يوصلها ولادها. نقسم بقى المهام يعني، يلا بينا، فكره حلوه جدا، فكره حلوه، وفكره كمان ان الولاد يشاركوا في ده. بس اهم من ده كله ان بقى قبل ما انظم وقتي، انظم لهم كمان دماغهم ووقتهم في الشهر الفضيل. الشهر الجميل ده